لانه في احدى الحصص الماضيه قلت مصطفى بانه ليفربول بدون ادنى شك هو افضل فريق في العالم حاليا، على ما بنيت بيان سور. لا، هذا التحليل؟ عندما تشوف المستوى ما عندنا ما نتكلمش عن النتائج او عن الفرق اللي راهم يلعبوا نعم، معاهم، عندما تشوف المستوى هذا المستمر محمد، سي ستابيليتي في لو نيفو، نعم سي تري امبورتون، اون غروند ايكيب، يعني فريق كبير محمد، كيفاش راح تقيم الوقت مع الوقت دائما يعني بنفس المستوى، ورايح نزيد نقول لك حاجه اخرى تصاعدي راه في يعني في نعم. في كيش يقولوا يعني مستوى تصاعدي، مستوى تصاعدي من مباراه لمباراه، نعم. نشوف فريق اللي ما اذا بالنسبه لي هو الان حتى الان صح نعم. لو يزيد يدي الدوري يعني سي لا سوري سي لو جاتو، مي بالنسبه لي سي احسن فريق حاليا اللي راه موجود في العالم. نعم، اذا لم يكن ليفربول هو الاقوى حاليا في العالم امين، فمن يكون الاقوى؟ ريال مدريد هو اقوى فريق في العالم حاليا في الفتره هذه الحاليه. عاطفة أمين. ليست عاطفه. لو يلتقي، تذكر كلامي جيدا محمد، مصطفى كويسي يضحك، لو يلتقي ليفربول في دور من الادوار الاقصائيه في رابط ابطال اوروبا بريال مدريد فسيقصى وسيقزم وسيعود الى حجمه الطبيعي مثل ما حدث في النهائي حين قزم ريال مدريد. كيف يعود الى حجمه الطبيعي؟ هو حجمه امام ريال مدريد محمد، امام ريال مدريد قلت لك لقب احسن فريق في العالم مبالغ فيه حسب رايي، هذا رايي من شباب محمد. تتحدث عن سيد اوروبا فاز بالتشامبيونز ليج، وتتحدث عن سيد العالم فاز بكاس العالم للانديه، وتتحدث عن متصدر اقوى دوري في العالم فرق 16 نقطه. نحن لا نتحدث عن فريق يلعب في الدوري الهندي ونقول بانه اقوى فريق في العالم، نحن نتحدث عن ليفربول سيد القوم هذا الموسم في انجلترا وفي اوروبا وفي كل انحاء العالم، بشهاده المختصين بشهاده المتابعين وايضا بالنتائج التي حققها. لا محمد، انت مثلك مثل الجماهير، قطاع كبير من الجماهير الجزائريه وللاسف الجماهير العربيه التي تهوى التطبيل. نعم، اذا ما سجل ميسي او كريستيانو رونالدو هدفا عاديا يسجل في كل مباريات هنا في الدوري الجزائري، تسجل اهداف مثل التي يسجلها ميسي او كريستيانو رونالدو، التطبيل يكون في اعلى مستوى. نعم، هذا احسن لاعب، هذا سيد الكون، سيد التنانين، فضائي من المريخ، يعني كل الالقاب الممكنه في التطبيل اخترعها الجزائريون العرب للاسف. نحن نتحدث مقبل، اعطيتك قلت لك انه لو كان الامر تعلق بخساره كبار الدوري الانجليزي فقط امام ليفربول لقلت لك ان ليفربول هو الاقوى حاليا، ولكن تراجع مستوى الانديه الكبيره في انجلترا محمد، الدليل انديه مثل تشيلسي وانديه مثل مانشستر سيتي وانديه مثل مانشستر يونايتد لم تخسر فقط امام ليفربول، خسرت امام العديد من الفرق، حتى فرق صغيره في انجلترا فازت على هذه الفرق، لذلك ليفربول يستفيد، ليفربول لحسن حظه الصحوه اتته في فتره شهدت تراجع مستوى باقي عمالقه اوروبا، عمالقه انجلترا عفوا، وهو استغل هذا الامر، فاز على كل العمالقه في انجلترا مثل انديه اخرى استطاعت الفوز امام مانشستر سيتي وامام مانشستر يونايتد والفرق الاخرى. اما ان نحكم على هذا الفريق بانه الاحسن في العالم وهو في اختبار في رابطة ابطال اوروبا امام نابولي خسر هذا الاختبار، انا لم اقل انه ليس الاحسن في اوروبا، انا قلت افضل التريث الى غايه الادوار الاقصائيه من رابط ابطال اوروبا، هناك ساستطيع الحكم على هذا الفريق ان كان الاقوى عالميا او لا. واعطيتك تكهني، قلت لك لو تصدم القرعه ليفربول في قادم المواعيد في رابط ابطال اوروبا ويلتقي بريال مدريد، فصدقني سترى هذا الفريق وسترى ان كان هو احسن فريق في العالم. نعم، فقط اذكرك امين بانه التطبيل لمن لا يستحق ليست جريمه، وانما الرقص مع فريقك المفضل سواء في السر والعلن هذا هو اللي جريمه امين، انك تاتي اليوم وتقول بانه ريال مدريد هو اقوى فريق في العالم، وهذا النادي زيدان لحد الان لم يجد التشكيله المثاليه التي يقارن بها فرق الدوري الاسباني، هذا مشكله يا اخي. ان كان التطبيل لريال مدريد جريمه فانا اول المجرمين واكبر المجرمين. ليفربول الجرعه المعنويه اللي اداها الفريق